خلل واضح جدا لنادي النجف اللي يمر بظروف صعبه. ما اعتقد مره فتره عصيبه على نادي النجف مثل هذه الفتره بسبب عدم توفر السيوله الماليه، بسبب عدم توقف منحه المطار لاربعه اشهر، وهذا الحال صعب جدا لان اليوم المطار هو الراعي الرسمي لنادي النجف. اكو مشاكل بين سلطه الطيران وبين المطار، هاي انعكست سلبيا على نادي النجف. اليوم اربعه اشهر وممكن راح ندخل بالشهر الخامس وماكو اي استحقاقات ماليه للنادي. اليوم النادي يمر بفراغ مالي بحت جدا، يعني فراغ ما له مثيل، بحيث انا استنجدت اليوم بالاخواني الاتحاد العراقي المركزي لكره القدم، قلت لهم بتوفير مبالغ المباريات المتبقيه، ومشكور الكابتن عدنان درجال، مشكور الاستاذ علي جبار، كامل عداي، كل الاخوان اشكرهم بالاتحاد اللي هم اعلنوا يعني وقفتهم الى نادي النجف، وقالوا احنا وياك دكتور شنو تريد يجرى لك. بس هذا مو حل، هذا يجب هنا ان يكون تدخل للاخ العزيز المحترم دكتور ماجد ان يتدخل، لان هو الرجل الاول والمسؤول الاول بالمحافظه بانتشال وضع نادي النجف، وايضا في نفس الوقت اطالب من الاخوان باللجنه الاولمبيه بقبول استقالتنا كهيئه اداريه، لان صار لنا اسبوعين رافعين استقاله والحال يوميه باكر وعقبه وطولت علينا، لان احنا ما قدرنا نوفر الدعم المالي او ماكو مستحقات ايرادات ماليه موجوده بالنادي حتى نعطيها للاعبين، لان احنا اليوم هيئه مؤقته، هي واجبنا التهيئه لاجراء انتخابات، يعني المفروض اكو ايرادات موجوده بالنادي حتى اصرفها على مستحقات اللاعبين.